زي ما قلنا لكم كده من بداية الحلقة النهاردة، حلقتنا وفقراتنا كلها هندي فندي. يعني طبعا بقى لو اتكلمنا عن الرقص والاستعراضات اكيد ما فيش حد يقدر ينافس الهند. عشان كده في اتنين من الشباب المصريين بيحبوا الثقافة الهندية بشكل عام وبيحبوا كمان الرقص والاستعراض الهندي، فقرروا ان هم يرقصوا رقص هندي ولكن بنكهة شرقية. فعشان كده هم منورينا النهاردة وهنعرف منهم كمان تفاصيل رقصاتهم وحبهم كمان للثقافة الهندية بشكل عام. منورنا النهارده في الاستوديو عمرو ومحمد خان. ازيك يا عمرو؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك؟ منور. بنور. منورنا. ويعني بنور. اكيد الفقره هتبقى مختلفه ومميزه جدا لان احنا هنسمع بقى غنى هندي وهنتفرج على رقصات هندي. ان شاء الله. خليني ابدا معاك الاول يا محمد، انت ايه اللي خلاك اصلا تروح ناحيه الثقافه الهنديه والرقص الهندي؟ يعني الموضوع جه معاك هوايه ولا انت درست الموضوع ده من وانت صغير؟ لا، هو الموضوع والله جه صدفة. ان والدي كان شغل فيلم وانا رحت مندمج مع الفيلم. كان عندي 5 سنين ساعتها، فاتفرجت على الفيلم، شفت الاستعراضات بتاعتهم، شفت كان أميتاب باتشان فيلم ماري. فكبرت بقى قعدت بقى اتفرج على افلام كتير والرقصات بتاعتهم والاستعراضات واقلدهم في كل الافلام والاستعراضات بتاعتهم. فالموضوع بعد كده بقى جه معايا بهوايه ان انا لا عايز ارقص. فرقصت كده مع نفسي الاول في البيت، فوالدي لقى معايا الموضوع، قال لي انت بتحب الهندي؟ قلت له اه وما اعرفش ايه. قال لي طب شوف لو في اي حد استعراضات. هو كمان شافني بنفسه. لو اي حد، كان في ناس صحابه بيقدموا استعراضات وكده، قال لهم انا محمد بيرقص هندي كويس جدا، لو تعرفوا حد ولا ما اعرفش ايه. فبالصدفه كده شفت صفحه اسمها شير تيم. شفتهم، انا كنت بحسبهم الاول مش مصريين لان مصر يعني مش تعتبر مش مهتميه بالثقافه قوي. فدخلت كلمتهم، راحوا رد عليا كابتن رامي. كان هو الاول كابتن الفريق في المركز مولانا ازاد، تابع للسفاره الهنديه. كلمته قلت له انا برقص هندي وما اعرفش ايه وكده، فقال لي خلاص تعالى واعمل معانا تيست وكده. فروحت هناك السفاره مركز مولانا ازاد، عملت اختبار وكده، قال لي لا انت كويس جدا ما شاء الله عليك. لان انا كنت غاوي الموضوع، وكمان اللي كان مساعدني ان انا كنت بلعب رياضه. كنت بلعب جودو. فلقى عندي لياقه وفتنس عالي. وطبعا الرقص الهندي محتاج لياقه عاليه جدا. محتاج لياقه جدا. النجوم اصلا اغلب وقتهم في الجيم. هم شغلهم كله يا اما في الاستوديو عشان التصوير يا اما في الجيم. عشان في مرونه. حلو جدا. طيب وانت يا عمرو برضو احكي لنا كده بدايتك مع الهندي كانت منين وازاي، وخصوصا كمان ان انت بتغني هندي مع الرقص. حضرتك، انا بدات فقره الهند او موضوع الهند عامه كان من 2015. عملت تيست، رحت اتعرفت على كابتن رامي، عملت تيست وقابلني وقال لي انت ما شاء الله عندك الموهبه والتالنت. وابتديت بقى طبعا اتدرب الرقص الهندي. واصلا قبليها انا كنت بتابع الهندي في البيت وكنت بحب طريقتهم، رقصهم، الحركات بتاعتهم، الباور بتاعهم. الناس دي انا عايز اجرب التجربه دي، عايز اخش في حاجه مختلفه استمتع بيها، مش حكايه ان انا اقضي وقت بس، لا ان انا استفيد منها كمان. واتدربت طبعا وابتديت اتابع تدريبات مع الكابتن رامي، وطلعنا حفلات وابتديت طبعا بقى امارس هوايتي بحيث ان انا اطورها اكتر. اتجهت للغنى الهندي بقى، اتدربت على الغنى الهندي، فلقيت نفسي برضو الحمد لله رب العالمين ماشي في الطريق ده برضو واندمجت فيه، والناس كتير سمعتني وناس كتير اعجبت بينا واعجبت برأسي والغنى واعجبت باستعراضاتنا، وعملنا شغل يعني والناس اعجبت بينا وكده يعني. وانجذبنا كتير جدا يعني. حد فيكم سافر الهند اصلا؟ لا اسمح لي كده. انا كنت مسافر شهر 3 اللي فات، حجزت مع المدير الهندي بتاعي. اتصلوا بيا تعالى عشان تسحب التذكره بتاعتك. قلت لهم ليه؟ في ايه؟ ما كنتش لسه اعرف ان في كورونا اصلا. في دي الناس بترجع. قلت لهم لا والله. قلت لهم طب ما ينفعش، طب ترجعوا تودوني طيب واتحجز هناك ما عنديش مشكله. طب قول لي يا محمد، هو الرقص الهندي عامه احنا بنشوفه بنقول احنا مستحيل نعرف نقلدهم، فهم ليهم طبيعه كده معينه. رقصاتهم فيه مرونه هايله جدا وحركات سريعه وبينطوا، ما اعرفش بيعملوا حاجات غريبه جدا. بص، هل الرقص الهندي معقد ولا سهل على اي حد ان هو يتعلمه؟ وهل في سن يعني لازم يتعلم ولا اي سن ممكن حد كبير يتعلم الرقص؟ لا، هو ما فيش سن معين، ممكن لاي حد. واللي احنا بنشوفه مثلا في الاستعراضات بتاعتهم ولا كده، انت ارجعي في الكواليس، شوفي الكواليس بتاعتهم. الكواليس بتاعتهم بتقعد تقريبا لمده يوم واحد.
مثلا في هي هترقص هنا الممثله خلاص خلصت الحته بتاعت الجزء اللي هنا بتروح المكان التاني بيستريحوا فكده عشان انا برضو كنت كده برضو كنت مفكر ان الموضوع معقد جدا هم ما شاء الله عليهم الفيديو لما او الاغنيه لما بتتعمل انت لا انت مش هتقدري تفصلي منهم بس اتضح ان في الكواليس لا بيرقصوا رقصه لمده 30 ثانيه مثلا بياخدوا بريك ويبداوا في الشوت التاني وهكذا بقى يعني حضرتك حتى يعني مش كل ده متواصل لا مش متواصل طبعا في حاجات مثلا ساعات بتبقى حفلات لايف بيرقصوا لايف بس برضه مش حركه بس مش نفس حركات مش نفس حركات الاغنيه اكيد يعني بتبقى مختلفه شويه لان بس هم اللي بيرقصوا وهم اللي بيعملوا الحركات لكن اي حد يقدر يتعلم الهندي عشان تصميم او التكنيك الهندي كالاغاني اللي احنا بنشوفها عشان تطلع بالتكنيك ده بيقعدوا فيها شهور كتير لان حركه الحركه او نقله النقله بتاخد وقت جدا لان بيبقى فيه تدريبات وقت كبير جدا تحضيرات قبليها انا كنت بفكر برضه قررت لا فعشان يجهز للرقص اصلا بيتابع مع مدرب يعني هو ما بيطلعش فبيتابع مع مدرب كتير وبيتدربوا وبعد معاه فرقه ومحضرين لده وبعد كده بيبتدوا بقى يعملوا الكلام ده احنا برضو بنعمل كده يعني احنا بنحضر الاغنيه قبليها بفتره وبعد كده عشان نطلع بيها بشكل يليق بالناس حلو طيب ايه رايك نرقص ولا نغني الاول اللي انتوا شايفين انت طب ما نبدا بالرقص ماشي يلا تمام نبدا بالرقص وبعد كده نغني وكان نرقص تاني كنت خايفه ليه حصل كده يقع لا هو في ورا يعني جاب فانا خفت ان انت تقع لا الكوتش كمان مش زحلقني اكيد انت بقى تاخد نفسك شويه ونتكلم شويه مع عمرو قول لي انتوا بترقصوا يعني بتضيفوا نكهه شرقيه كده زي ما بنقول على الرقص الهندي ولا انتوا رقص هندي فقط زي ما هو؟ لا هو دي ثقافه ودي ثقافه ودي حاجه ودي حاجه يعني انا ما ينفعش ادخل في الرقص الشرقي نكهه هنديه لان مش هتبقى لايقه راكبه فاحنا بنختص بالهندي بس بنختص بالرقص الهندي كتكنيك لان الرقص الهندي انواع الرقص الهندي عند حضرتك فيه بوليوود دانس اللي هو مزيج ما بين الامريكان دانس والرقص البوليوود اللي هو الهندي طب ما هما كده بيعملوا ميكس برضه ما هو ده ميكس باور يعني ده اللي هو الحديث يعني ده اللي يعني مودرن اخر يعني. المودرن اللي وصل ليه من تطورات الرقص الهندي لان كان في الاول كان في الرقص الكلاسيكي او اللي هو انا مسميه نحو الهند اللي هو دراسه بيدرس زي الكاتاك زي الاوديسي زي دي انواع الرقص الهندي دي انواع رقص هندي لها لبس ولها طقوس ولها شكل ولها دراسه وعيون ونظره حركه ومش عارف كل الحاجات دي بتدرس انما البوليوود دانس هي حاجات مودرن زي اللي عملها محمد زي اللي عملها محمد كده نعم دي بوليوود طب ما تسمعنا حاجه بقى يلا طب ايه رايك يلا कल हो ना हो هو حلو يا عمرو بس احنا ما كناش فاهمين ولا كلمه يعني الاغنيه اسمها ايه بالعربي كالهونا هو لا يعني بالعربي انا هقول الاسم الاول وبعد كده كالهونا هو كالهونا هو يعني يعني يا بكره هيجي اولى يعني دي بكره يبقى احسن يعني يعني في بكره او لا يعني في بكره بقى في الاحسن او في بكره احنا ما نعرفش ايه بكره فهو يعني ياتي غد ام لا اوكي انت اصلا اتعلمت الهندي فين انا اتعلمت الهندي ما درستوش انا ما درستش الهندي كدراسه وخدت كورسات وكتابه لا, لا 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 انا اتعلمته من متابعه الافلام الهنديه وسمعي انا اتعاملت مع عنود كتير فده وده وده فدرست اللكنه واللهجه ف سبتت في دماغي فابتديت بقى انطقها كويس وكده فده برضو اللي ساعدني ان انا خليني اقدر اغني هندي الحمد لله رب العالمين اتعلمت ده يعني طب محمد مين اهم الراقصين الهنديين اللي انت بتحبهم او متاثر بيهم هو زمان كان في هيرتي كروشن حاليا تايجر شروف غطى على الكل رقصه بجد دوت بقى انا ان مستحيل فعلا اي حد يوصل له وفي بقى اللي هو مصمم الرقص الشهير اسمه بريوفا دوت برضو جميل جدا فده اصلا الاكتر الرقصات بتاعتي اللي انا كنت بعملها في الحفلات كنت ببص عليه هو فدوت من احسن مصممين الرقص في الهند اما من احد الممثلين تايجر شروف حاليا تايجر شروف طب انت يعني الرقصات دي بتتفرج عليها وبتقلدهم ولا كان لازم ان انت تتعلم الرقص الهندي وفي خطوات معينه كده بتمشي عليها لا انا اول ما اتعلمت الرقص الهندي اتفرجت عليهم طبعا مش من دماغي لان انت بتتفرجي عليهم الاول وبتفرج على ترجمه الاغنيه
بشوف عشان اتحرك مع الاغنيه. يعني مثلا عندك نوع رقصه في الهندي اسمه كلاسيك، ده انت بتعمليه بخطوات الكلمات. ده في كلاسيك كتك، في كلاسيك، في انواع رقص كتيره، مش نوع واحد بس. اللي انا كنت بعمله ده حاليا كان اللي هو بوليوود دانس، اللي هو الحديث. يعني كان نفسنا نتفرج على رقصات تانية ونسمع برضو صوتك اكتر يا عمر، لكن للاسف وقتنا خلص معاكم. بس نورتونا جدا واتبسطنا معاكم النهارده وشرفتونا. شكرا لكم. خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل برضو لسه مكملين فقراتنا الهنديه. يكون معانا سكرتير عام جمعيه الصداقه المصريه الهنديه الاستاذ هاني فؤاد، وكمان هاجر شريف بعد الفاصل.